وبالإضافة إلى تقديس الإله آتون، كان العشق الآخر لإخناتون هو زوجته الأولى نفرتيتي، تلك المرأة الجميلة للغاية والتي وصلت إلى سلطة سياسية لم تسبقها إليها أي زوجة أخرى لأي فرعون. المكان ده لو غمضنا عينينا ورجعنا 3000 سنة هنحس بإخناتون لأول مرة جنب نفرتيتي مراته، والست بناته بيظهروا لأول مرة، بقوا ناس عاديين بيأكلوا مع بعض، بيشربوا مع بعض، بيعبدوا آتون مع بعض. فإحنا لأول مرة بنشوف عيلة إخناتون متجمعة، الملك والملكة والأولاد البنات. إخناتون عاش ومات في العمارة. لما جاء أخذ آتون أفق آتون أقسم إنه مش هيخرج من هنا، فاتبنى في تل العمارنة مقبرة ملكية الوحيدة اتنحتت في الصخر، يعني مقبرة في منتهى الأهمية. الحاجة المهمة في المقبرة دي في رأيي إن إخناتون لم يدفن لوحده. وقد دفنت أيضا ابنة الملك إخناتون ميكترع في هذه المقبرة. وقد كان لإخناتون 6 بنات توفي عدد منهن بسبب وباء خطير، ربما كان ذلك الوباء الطاعون الدملي الذي انتشر في أنحاء مصر وتوغل أيضا في بلاد الشام. ووفقا لبعض الكتابات انتشرت الفكرة بين قدماء المصريين أن القدماء من أتباع إخناتون قد مرضوا، وليس واضحا إن كان إخناتون نفسه قد تعرض للمرض، فقد كان العام 17 والأخير من حكمه محاطا بالغموم. سمنخ كارع أو نفر نفرو آتون هي أسماء ارتبطت بحاكمين حكما لسنوات قليلة أو ربما لأشهر قليلة في الفترة بين موت إخناتون وصعود الملك الذهبي توت عنخ آمون لكرسي العرش، ولا نعرف عن هاتين الشخصيتين سوى القليل للغاية. وقد افترض علماء الآثار أن خلف هذين الاسمين كانت هناك القوية جدا والجميلة جدا نفرتيتي. في أوضة تانية احتمال أن هذه القاعة خصصت لدفن الملكة نفرتيتي، الزوجة الرئيسية والحبيبة لإخناتون اللي هي عاشت معاه وخرجت معاه وشفناها بتاكل معاه وشفناها بتتعبد معاه وشفناها في النهاية بتنزوي في قصر لما وصلت الملكة تي أم الملك. المثل اللي بيقول لما الحما توصل الزوجة تختفي، ده اللي حصل. لما الملكة تي جت من طيبة وجت هنا تل العمارنة اختفت نفرتيتي في قصر. احتمال ان هي كانت حكمت مع إخناتون وتغير اسمها، ولما مات إخناتون احتمال ان هي تكون حكمت وسمت اسمها سمنخ كارع.